طيب انا الان اقول ها عجل هذا منحرف بعد ما دام ذا هالشيء. طيب غير يعني ما عندك حتى ما تقدر تعدل حتى هاللسان؟ تقول اخطأ في التعبير، اشتبه، خانه التعبير، ما تقدر حتى تهذب هذا اللسان مع العلماء، علماء الطائفة الذين بذلوا فكرهم وجهدهم في خدمة الدين وفي خدمة مذهب أهل البيت. تالي هذا الإنسان العادي لما يحمل أي فكر يجي ينبزهم بالانحراف. أين هذه المعادلة؟ أين الإنصاف؟ أين هذا في مذهب أهل البيت وفي أدب أهل البيت وفي قيم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ ليس في موروث الإمامية تكثير وإقصاء، لكن اليوم صار الإمام يكفر الإمام ويضلله ويطرده. أمس التكفير لا مساحات، صار اليوم في المساحة الضيقة. أنت موجود تشوف عالم مجتهد يكفر يضلل، بس هذا المنطق أمان. ثم جرى ذكر قوم فقلت جعلت فداك، إنا نبرأ منهم. يا بل لماذا تبرؤون منهم؟ إنهم لا يقولون ما نقول. خلص الضابط عدى. شنو هو مولانا؟ شنو الضابط؟ يتبنى آراء الفلاني أو لا يتبرأ؟ لا يتبنى، لا، بمجرد لا يتبنى آرائي فشي يصير مولانا؟ ضالون نخرج بي أخرج منه. خلص نفس الحالة. شوفوا هسه تعالوا انظروا أن الإمام كيف عالج هذه الحالة المرضية، هذه الحالة الجهلية. انظروا كيف عالج الإمام. فقال يتولون، هذول من محبينا لو يقولون احنا من اعداء اهل البيت، يتولون ولا يقولون ما تقولون، تبرؤون منهم؟ قال قلت نعم، بل يحبوكم ويقولون احنا من شيعة منهم، ها شيعة علي واهل بيتي، ولكنه لا يقولون كل ماذا؟ كل ما انتم تقولون، مو ما نحن نقول، كل ما انتم تقولون. انظروا الى جواب الإمام. قال فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا أن نبرأ منكم. إذا صار البناء، إذا ما لا يقولون ما تقولون تبرؤون، إذن إحنا بلابد شنو؟ هم نتبرأ منكم، لأنه عندنا من المعارف عندكم أنتم ما عندكم مولانا، إذن لابد شنو؟ يعني التوحيد الذي يملكه علي يملكه أحد من شيعته؟ إذا لابد يقول هذا موحد لو مشرك. المعرفة التي يعرف علي نفسه بها ويعرف بها رسول الله يعرفها أحد؟ لا يعرفه. إذا لابد ماذا؟ هسه الآن التفت إلى الجملة الثانية، هاي الجملة الأولى، التفت للجملة الثانية، هو أي مهمة أعزاء احفظوها. قال قلت لا، السائل قال جعلت فداك، قال وهو ذا عند الله ما ليس عندنا، أفتراه اطرحنا؟ الله يعرف نفسه أكثر مما إحنا نعرفه مولانا. فإذا صار البناء أنه ما نقول كما يقول عن نفسه، مفروض شنو؟ يتبرأ من عندنا لو ما يتبرأ؟ هذا منطقه. بينك وبين الله هذا لو تخليه عند هاي الفتاوى اللي دا تطلب يمنى ويصدى تطلع مولانا الآن على المواقع والفضائيات، ما فارقة ما تنجف وقم مولانا سوية مولانا. طبعا البعض، ها أنا ما أتصور الحالة، الحمد لله مو حالة عامة، الحمد لله الحالة استثنائية مولانا من هنا وهناك، وعموما عندما أراجعهم أجد بيني وبين الله أجد المتكلمين فيها ليسوا أهل معرفة بالضوابط، الحمد لله.